صباح الخير، رجعنا لكم بعد رمضان وكل عام وانتو بألف خير. عبلة كامل تعود لتصوير الجزء الرابع من سلسلة الدم بعد توقف دام 40 يوم. موقع تويتر ينشر قائمة أحسن برامج ومسلسلات واللي نالت على أعلى تغريدات على التويتر. أحمد سعد يتهم بالنصب والاحتيال. نجوم العرب بيشاركوا لبنان في حملتها ضد الإرهاب. من هم أكثر فنانين تركوا بصمة كتير كبيرة في رمضان عن طريق أعمالهم الدرامية؟ كل هاد بشو أخبارهم، تابعونا. استأنفت الفنانة عبلة كامل تصوير الجزء الرابع من مسلسل سلسال الدم بعد توقف 40 يوم، ذلك لحلول الشهر فضيل وبعدها إجازة عيد الفطر المبارك. التصوير رح يكون في عدة مناطق ورح يبلش أول شيء في منطقة دهشور ورح يستمر 4 أيام متواصلة، بعدين ينتقل لمدينة الإنتاج الإعلامي ليستمر التصوير هناك لمدة 3 أيام أخرى قبل انتقال لمنطقة شبرا واللي رح يستمر التصوير فيها ما يقارب الأسبوع. وأضاف مخرج المسلسل مصطفى الشال إنه عقب الانتهاء من تصوير هذه المشاهد بمواقع التصوير 3 ستسافر أسرة المسلسل إلى محافظة الإسكندرية لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك ثم العودة مرة أخرى للقاهرة لاستكمال التصوير. الحلو في الجزء الرابع من مسلسل سلسال الدم هو انضمام العديد من النجوم الكبار مثل رانيا فريد شوقي، أحمد سلامة وأحمد بدير. إنك تحبس أخوك وتجيب له إعدام مصلحة إن العدل والحق ياخذوا مجراهم. الفنان أحمد سعد كبرت كثير قاعدة المعجبين فيه، بس للأسف الشديد قبل تقريباً أسبوع أو أسبوعين اتهم بالنصب والاحتيال من قبل منتج إماراتي اسمه ناصر ضنحاني بعد ما اتفق مع الفنان أحمد سعد على عمل جديد وهو تياترو وطن. تياترو وطن مسرحية تحتاج العديد من البروفات وعطى عربون معين وحاول زي ما حكيت لكم اتصال به كثيراً بس قال إنه موبايله كان مغلق. هلأ رد عليه الفنان أحمد سعد رد ناري وقال إنه راح أول مرة عشان يشوف شو دوره، لقى إنه تقسيم الأدوار ماشي حسب المحسوبية، يعني زي ما عم بيحكوا اللي هي الواسطة، لقى إنه زوجة المنتج الإماراتي راح تكون بطلة هاي المسرحية، بس للأسف هي ما بتلبق حتى إنها تكون حبيبته، بتلبق تكون والدته أو شخص كتير كبير بالعمر. أيضاً قال إنه في شخص المفروض يكون من المخابرات المصرية مستعينين بفنان إماراتي، الفنان الإماراتي هذا أبداً لا يتقن اللهجة المصرية، فلقى زي ما حكيت لكم موضوع فيه واسطة وعلى طول انسحب بالموضوع، وقال إنه حابب إنه يرد العربون اللي دفع له، بس المنتج قال له إنه هذا العربون لعمل جديد. تفاصيل نهاية هذا الموضوع لساتها مش واضحة، هل رح يرجع لعمل تياتر وطن أو رح يرجع العربون؟ لسه ما عارفين. يا أرضي ولا دول ناسي واللي يفوتوا قالوا يجاز لعدت قادر ولا قلبي طايق قدام صورتي جوا البطاق. العديد من النجوم والفنانين العرب من حول العالم شاركوا لبنان بحملتها ضد الإرهاب وذلك عن طريق المهرجانات. زي ما احنا بنعرف آخر فترة الأوضاع الأمنية في بيروت وفي لبنان عمالها بتكون جدا صعبة، فالمغنيين أكثرهم عمالوا بيخاف يروح أو يشارك بحفلات، بس هاي المرة الوضع مختلف تماما. أول إشي بلش الفنان تامر حسني بحفلته الكبيرة اللي عملها في واجهة بيروت البحرية، حضرها 10,000 متفرج بعد غياب عن بيروت لمدة 7 سنوات وقدم العديد من أغانيه القديمة والجديدة. أما الحفل اللي تلا حفل تامر حسني فهو حفل شمس الأغنية اللي هو نجوى كرم. نجوى كرم قدمت لجمهورها أغاني متعددة طبعا أكيد من القديم اللي كتير بحبوه وأدت أغاني جديدة وقدمت تحية كتير كبيرة للجمهور اللبناني وقوته وحكت طالما أن هناك شعب لبناني بحب الحياة فإنه الإرهاب لن ينال من لبنان. وأيضا الفنان الكبير وائل كفوري وملحم زين قدموا حفلات في كازينو لبنان. طبعا كازينو لبنان هو كان من أكثر المواقع المهددة أمنيا بس كل الجمهور كان عماله بتحدى هاي الظروف وكلهم عمالهم بيرددوا الأغاني وراء وائل كفوري وأكيد وراء الفنان ملحم زين. وائل كفوري وملحم زين قدموا كلمات وقالوا كنا وسنبقى مستمرين بإحياء الحفلات والمهرجانات في كل أنحاء الوطن، مؤكدا وائل كفوري أنه واللبنانيين لن يهابوا الحرب ومذكرا بأنه ولد ترعرع في الحرب ولكن ثقافة حب الحياة عند كل اللبنانيين تبقى أقوى من أي شيء. أما الفنان ملحم زين فقد أكد أن الباطل لن يغلب الحق
وأن الظلام سيغلب النور، متمنياً أن لا يكون لبنان كبش محرقة في اللعبة الدولية. نتمنى أن السلام يعم لبنان وكل الدول العربية، وأنه عدد الفنانين اللي بوقفوا مع لبنان ضد الإرهاب يكون أكثر وأكثر. نشر موقع تويتر القائمة المخصصة بمشاهدات برامج رمضان، وخاصة أنه في شبكات تلفزيونية جدا مهمة استخدمت تويتر فيديو لتنشر مقاطع من برامجها ومسلسلاتها، واختص الشرق الأوسط بنسبة 7.1 مليون تغريدة. طبعا حصة الأسد راحت لمسلسل سيلفي 2 اللي نال على 2.5 مليون تغريدة. والله تغيرت علينا يا بري. Excuse me, where my house? Where's my house? Where's my house? أقول. Where's my house? أقول أعقل عاد. أقول عاد محمد انضبط. أما المسلسلات الثانية فتقسمت بينها التغريدات بين نصف يوم الشريان. البواب. البواب. وبلعبي مع القدر. مش كل الناس حياتهم مثل بعضها ليقدر يعيشوها بنفس الطريقة. قدامها ووراها. انت رجال بتستاهل بكفي معك حياتك إلا لآخر لحظة. نرد مجنون. يونس سمرقند وأكيد برنامج رامز اللي هو رامز يلعب بالنار. طبعاً هاي المقالب تبعت رامز عملها آخر فترة عم بصور عليها انتقادات كتير كبيرة، وعملها بتكون انتقادات سلبية جداً، بطل فيه إعجاب كبير. هلأ على صعيد آخر 20 فنان تقريباً دخلوا على مواقع تويتر الخاصة فيهم ونشروا أسئلة عشان يعرفوا شو آراء المعجبين. أما الإشي التاني بدي أحكي لكم إياه لليوم، فرمضان 2016 صار فيه حسابات تويتر أكتر من أول، يعني الفنانين والمشاهير اللي ما كان عندهم حسابات عملوا حسابات عشان يعرفوا آراء معجبينهم ويعرفوا أكتر شو الانتقادات ووين الإيجابيات. أنا ولعا يا أغلى حبيب. ما تولع يلا ويايا. لسعلي وشي وقفايا. فنانين قدروا يثبتوا حالهم بطريقة مدهشة في رمضان 2016. خلونا نستعرض مع بعض أكثر هدول المشاهير اللي تركوا بصمة بكل قلوبكم عن طريق مسلسلات وبرامج قدموها. محمد رمضان، مسلسل الأسطورة اللي بيقوم ببطولته رمضان وجسد فيه شخصيتين من أصعب ما يكون. الأولى هي رفاعة الدسوقي واللي حزن الكثير لموته في مشهد تمثيلي صعب. أما الشخصية الثانية فهي ناصر الدسوقي اللي يبدو أنها ستتطور كثيراً مع الأيام المقبلة. رمضان دخل تحدي تمثيلي كبير وهو قادر عليه. قصدي انكم طبخينها سوا. قلبه ايوه نظرة عليه بقت بتخوفني. نظر ليه ما فهمناش من اول ان اللي عنده حلم المفروض يموته من بدري. ابنك مش هيرتاح، مش هيرتاح الا لما يموت ويهرن عليه. مش كل واحد عينه بتيجي في عين التاني بتبقى بجاحة، ساعات بتبقى ندى. خلاص نظر فجر ما بقالوش كبير. اوعى تستغل اني بحبك واني ما اقدرش استغنى عنك في انك في يوم تظلم. من وهو في اللف شايل حمل 100 نفر على كتافه. عرفني مين اكبر راس في البلد ممكن يخدمني وانا اروح. انا البلد يرتاح. طول عمرك مخلص يا ناصر. اسطوره. خلص الكلام. استنى عشق بالله. وحياة أمك ما بقى عصام النمل لو ما حرقت قلبها عليك. بلاش تهددني تاني عشان الحاجات دي بتجيب معايا نتيجة عكسية. مأمون البخيل وهو بحق الأسطورة التي لا تتردد. عاد إلينا عادل إمام بشخصيته عن طريق مسلسل مأمون وشركاء اللي انعرض عنا على رؤية. بيومي فؤاد يراها الكثيرون
على أنه نجم رمضان الأول ولن يتكرر، حيتجسد أكثر من شخصية من أجملها شخصيته في بنات سوبرمان. أولاً مصر أم الدنيا يعني ولادة، ثانياً فيها أشرار فوق العادة، العالم ده كله بتاعي وحذرت، ثالثاً وده الأهم بناتها يمتازوا بخفة الدم. بناتي يا حبيبتي عندهم قوة خارقة. منى زكي في أفراح القبة، وبلا تردد هي أكثر النجمات احترافية في الوطن العربي، وذلك يؤكد يوم بعد يوم ودور بعد دور. أحمد السعدي في مسلسل وعد لفت أنظار الكثيرون بشدة، واكتسب جمهور كبير وجديد من خلال خفة الدم وحب جمهوره له. أيضا مي عز الدين وهي بطلة مسلسل وعد تعود من جديد بشخصية رائعة، وكسبت أيضا حب الكثير من الجماهير. مي على الدوام مختلفة كل عام وتبحث عن الجديد. عودة فردوس عبد الحميد في مسلسل الأسطورة بعد غياب كبير لتلعب دور تحسد عليه. عمرو سعد في دوره في مسلسل يونس ولد فضة، ورأى الكثير أنه كان مفاجأة رمضان. داري في أصعب حاجة يا شب أنك تقلع من أرضك قلع وتتزرع وسط أرض غريبة. اللي بيني وبينك مات يا فضة يا أم البنات، قالوا فتحتي يا يونس. حكاية كبيرة، حكاية إن ما يجيش نفر غريب مش من دمك ويبقى سيدك. الشقة صعب صح والفلوس سهلة، لحيتها الداري ولاية ولا جار ليه أنا؟ من يوم كبيركم ما مات لا رفعتوا راس ولا محيتوا آر. ارتاح يا فخري ولدك يونس حامل كل. لو وقفت في طريقي تاني أنا وصفا هموتك يا يونس. الحامي حامي، هي لو ما جاتش من أول مرة وخلاص. هاي كانت قائمة الفنانين الأكثر تأثيراً ومسلسلات البارزة في رمضان 2016، بس بالآخر زي ما بيقولوا الناس أذواق. هيك بكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من فقرة شو أخبارهم. إن شاء الله بتكون عجبتكم. تابعوا الأسبوع الجاي بأخبار ومقابلات جديدة. باي.